صباح الخير ريم. طبعا الفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ينقل الصورة من منطقة الشالشية إلى جانب الكرخ من العاصمة بغداد، حيث أن هنالك مواطنون بنوا بيوتهم ومنازلهم على مقربة أو على سكة القطار هناك. وزارة النقل أعلنت أن هذا الفيديو قديم وأن هذه المباني بنيت في الحكومة التي سبقت هذه الحكومة. أما اليوم فأنا أطلع عليكم من منطقة اعتبرت الآن منطقة سكنية، وأقف على سكة قطار ممتدة داخل هذه المنطقة، حيث تبنى إلى جواري وعلى بعد تقريبا 1.5 متر عن هذه السكة أيضا بيوت سكنية، بعضها بني قبل سنوات وأخرى بنيت وأخرى لا زالت قيد الإنشاء حاليا. قبل 1.5 عام أيضا رفعت وزارة النقل دعوى قضائية على أحد المواطنين الذي بنى بيتا على سكة قطار في منطقة الشالشية، المنطقة نفسها التي انتشر عنها مقطع الفيديو، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء بحق هذا المواطن ولم يتم إزالة هذا التجاوز. ووزارة النقل صرحت بأنها يعني غير معنية يعني معاقبة المتجاوزين أو فرض غرامات عليهم، وأن المعني بذلك هو القضاء، أي بعد أن ترفع الوزارة دعوى قضائية على المتجاوز يصدر حكم قضائي برفع هذا التجاوز من دون تعويض المتجاوز. على أي حال هذه ليست أو هذا ليس شكل التجاوز الأول على سكك القطار في العراق، فهنالك تجاوزات عديدة تتعرض لها هذه السكك، منها أنها أصبح أن بعضها أصبح ممرا للمركبات ومعبرا للمركبات بشتى أشكالها، ما يؤدي إلى زحام مروري وقد يؤثر مستقبلا على مخاطر مرورية أو وقوع حوادث يعني مرورية. أيضا هنالك بعض السكك تعرض لرمي الحجار من قبل الأطفال دون أي مبرر ودون أي تثقيف من قبل الأهالي لهؤلاء الأطفال بأن هذه وسيلة نقل مهمة، ما أثار غضب المواطنين بعد انتشار هذا مقطع الفيديو هذا، هو أنه يعني هذه السكك معرضة للإهمال على مدى حكومات متعاقبة، وهي وسيلة نقل مهمة اليوم، تعتبر القاطرات هي وسيلة نقل مهمة لأنها وسيلة نقل عامة رخيصة الثمن، فكان من المتوجب على الجهات المعنية يعني العناية بها أكثر من ذلك. نعم نعم. وخلينا نبقى في موضوع المواصلات. نعم. وخطة لعلاج الاختناقات المرورية، إيش هي التفاصيل؟ نعم، يعني لا نزال نتحدث عن المواصلات بالعراق والطرق. هنالك خطة بدأت منذ تقريبا 2 أو 10 أيام وضعتها الحكومة العراقية لتخفيف الزحام، وهي تقسيم أوقات العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية على ساعات اليوم الواحد، فبعض الوزارات تبدأ ساعات عملها منذ الساعة 7 صباحا وحتى 2 مساء، وأخرى تبدأ منذ الساعة 8 صباحا وحتى 3 مساء، وغيرها تبدأ منذ الساعة 9 صباحا وحتى 4 مساء. لكن هذا القرار لاقى رفضا كبيرا من الجماهير، إذ أنهم يجدون أنهم يقضون نصف ساعات يومهم في العمل والنصف الآخر من يومهم يقضونه في الزحامات المرورية، وأن هذا القرار لم يعالج الزحام المروري خاصة للموظفات اللاتي يعني هم في منازلهم ما يعتبرون ربات بيوت، وفي العمل هم موظفات إذ أنهم يدخلون إلى منازلهن في أوقات متأخرة جدا. الناس يعني يرون أن على الحكومة أن تعنى بالطرق وتعيد تأهيلها وتعيد تخطيط هذه الطرق من جديد بما يتلائم عدد المركبات اليوم المتواجدة في الشارع. لكن من التعليقات الطريفة التي قرأتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن أحد يقول أن على الحكومة أن تحدد سير المركبات وفق ألوانها، فمثلا في اليوم الأول يكون السير للمركبات البيضاء وفي اليوم الثاني يكون السير للمركبات السوداء وهكذا. صراحة يعني أنا عجبني الاقتراح، يعني يبدو من جد يعني الناس أصبحت الآن تجيب حلول وقد يكون بعضها يعني مضحك، ولكن بالفعل أزمة المواصلات وأزمة الازدحام خلينا نقول هي أصبحت عالمية. ما أدري إيش رأيك، هل تحس أنه برضو الذكاء الاصطناعي ممكن يدخل في الموضوع ويأخذ عمل الناس والناس تجلس في بيوتها وتنتهي هذه الأزمة؟
والله هي ممكن، يعني ليش لا، الذكاء الاصطناعي اليوم بكل شيء يتدخل. يعني صراحة موضوع شيق جدا، ويمكن نشوف حلول أخرى راح تظهر لحل هذه الأزمة. ولكن بالنسبة لموضوع سكر الحديد، يعني بجد إحنا نتمنى السلامة للجميع، لأن الموضوع قد يكون خطر، حتى لو كان لعب أطفال ورمي حجارة على سكة الحديد، هذه ممكن قد تؤذي أو تسبب حوادث خطيرة، وأيضا ممكن تؤذي الأطفال، خصوصا أنهم ساكنين في مناطق يعني ملاصقة لسكك الحديد. والغريب أنه يعني يبدو أنه السكان متجاوزين، وهناك في ما بين البلدية وما بين الناس، يعني ما أعرف كيف ممكن يتحل هذا الموضوع. عموما زينب المشاط، شكرا لوجودك معنا في هذا الصباح.